بن العبري، وفيها في سنة 643 هجري وفات قان، هذا القائد المغولي، السلطان المغولي، الإمام المغولي، الخليفة المغولي، ولي الأمر المغولي، ولي أمر المسلمين وغير المسلمين المغولي. هذا توفى في سنة 643 هجري. وفي سنة 644 هجري تم اجتماع الأولاد والأحفاد وأمراء المغول في وقت الربيع. لاحظ، توفى في هذه السنة كما بينا سابقا، فاجتمعوا في وقت آخر لأنهم في بلدان متفرقة فيحتاج إلى وقت حتى يحصل الاجتماع. وحضر في المجمع من غير المغول أيضا مما وراء النهر وتركستان. من الذي حضر؟ لنرى، ابن العلقمي معهم، الطوسي معهم، أبناء علاقم، أبناء تيمية، أبناء العلقمي التيمي، أبناء ابن تيمية العلاقم معهم، سنرى. يقول: من حضر وحضر في المجمع من غير المغول؟ الأمير مسعود بيك، هذا من أين؟ من وراء النهر وتركستان. ومن خراسان حضر الأمير أراغون آغا وصحبته أكابر العراق واللور وأذربيجان وشروان. ومن الروم السلطان ركن الدين، ومن الأرمن الكنت سطبل أخو التكفور حاتم، ومن كرجستان الداودان الكبير والصغير، ومن الشام أخو الملك الناصر صاحب حلب، ومن بغداد فخر الدين قاضي القضاة، ومن بغداد فخر الدين قاضي القضاة ممثل الخليفة، رفيق الخليفة، العامل في ظل الخلافة، قاضي القضاة، ومن بغداد فخر الدين قاضي القضاة، ومن علاء الدين صاحب الألموت محتشم قهستان. سؤال: ماذا يقول المارقة وشيخهم الطائفي التكفيري عن فخر الدين قاضي قضاة بغداد الخلافة العباسية الذي كان يحضر مجالس تنصيب الطغاة المغول؟ فهل هو ابن علقمي تيمي، ابن تيمي، ابن تيمية؟ وماذا يقولون عن باقي أبناء العلاقم الذين حضروا اجتماع تنصيب السلطان التتري الجديد؟ وأين ابن العلقم الشيعي؟ وأين نصير الدين الطوسي؟ يا عقول فارغة خرافية. يكمل ابن العبري: فإذا تم هذا المجمع العظيم الذي لم يعهد مثله، وقع الاتفاق على كيوك وسموه كيوك خان، وكان له إخوان آخران كوبان وسيرامون.